امثال لايك فادر لايك سن، شنو ترجمتها؟ طبعا اللي ما حاضر يروح يراجع الفيديوهات ويكتب الترجمه. لايك فادر لايك سن شنو معناها؟ الابن على سر ابيه ايضا ترهم، من شابه اباه احنا ما انا ما اترجم. يعني شنو فائدة الترجمة اذا انطيتكم اياها؟ يعني انت تابع وياي، انا اريد طالب يتابع وياي، ما اريد كل شيء جاهز. cleanness is next to god line، قلنا النظافة من الايمان، واحاول ان انزل لكم الحلول. يعني احاول نبدي بموضوع جديد وهو الاكويفالنس. الاكويفالنس هو معناه التكافؤ اللغوي، التكافؤ. طيب شنو يعني تكافؤ؟ يعني مستويات الترجمة بالضبط. تعريفها is the key concept in the process of translating. In fact, we cannot think of translation without key equivalence into consideration. لازم نخلي بنظر الاعتبار مالتنا الـ equivalence اللي هو مستويات الترجمة. It should be noted that the notion of equivalence relates to even ordinary sense of verb to translate. الإكويفالنس قلنا هو مستويات الترجمة. عندنا ثلاثة مستويات. المستوى الأول للترجمة يسمونه الفورمال اللي هو المستوى الرسمي. الفانكشنال اللي هو المستوى الوظيفي اللي هو استبدال وظيفة بوظيفة، استبدال كلمة بوظيفتها. الأدينشيال اللي هو الإكويفالنس اللي يعبر عن فكرة بشكل عام. طيب أدري بك ما أفتهم، راح نأخذ واحدة واحدة. نجي على الفورمال. الفورمال إكويفالنس بمعنى أنه أني أترجم شيء من seek to capture from of source language expression from here relate to the image employed in SL expression. In other words, formal equivalence attempts to translate the source take words for word into another language. طيب شنو يعني الفورمال اكويفالنس؟ الفورمال اكويفالنس معناها التكافؤ اللغوي الرسمي. اكتب يمك ملاحظات. بمعنى انه اني اترجم من النص الاصلي من اللغه الاصليه الى اللغه المستهدفه ترجمه رسميه. ترجمة رسمية، أترجم بشكل رسمي، وفي الغالب يكون المقابل أو الجمهور، يكون الجمهور الأودينس على دراية جيدة. يكون الأودينس جمهور يعني أو الناس على دراية عالية في لغتهم. يعني الفورمال إكويفالنس شو وقت أستخدمه؟ أستخدمه لما أنا عندي مقابل قدامي شخص، هذا الشخص دكتور باللغة العربية، أستاذ لغوي، شاعر، يعني إمكانيته جدا قوية باللغة. نسميه فورمال إكويفالنس، يعني معناها راح أترجم بشكل رسمي. طيب مثال عليها. The treaty has remained dead letter since then. الترجمة مالتها treaty طبعا معاهدة، وقد بقيت المعاهدة حرفا ميتا منذ ذلك الوقت. شنو معنى حرفا ميتا؟ من يقول لي؟ هذا الشخص اللي قال حبرا على ورق، هذا قوي باللغة العربية. إذا مقابلك يعني أني لما أريد أترجم وقدامي دكاترة وأطباء ومهندسين ودارسين شهادات عليا باللغة العربية وإمكانية قوية جدا باللغة العربية، فهذا من راح أترجم له راح أقول له the treaty has remained dead letter since then، وقد بقيت المعاهدة حرفا ميتا منذ ذلك الوقت، بمعنى أن المعاهدة لم يتم تطبيقها. طيب متى أستخدم الفورمال إكويفالنس من أريد أترجم؟
لما يكون المقابل قدامي إمكانيته قوية جدا باللغة العربية. هذا يسمونه formal equivalence، التكافؤ الرسمي. طيب، لنا أكو مشكلة؟ هل عنده سؤال؟ راح تتوتر. شنو يعني تكافؤ لغوي؟ هذا الموضوع اسمه تكافؤ لغوي، يعني المستويات او التكافؤات ما بين اللغات، اللغه العربيه الى اللغه الانجليزيه. يعني شلون اترجم؟ اي مستوى اترجم؟ الجمهور من يكون قدامي يختلف، شلون اترجم هيك؟ هذا يسمونه فورمال ايكويفالنس. اختي ست ميسر، الله يبارك، هذاك امثال، هذاك مثل ما له علاقه بهذا الموضوع، ذاك واحد، هذاك يسمونه مثل، وقلنا الامثال ينحفظن حفظ ما الهن علاقه بهذا الموضوع. هذاك مثل، هذاك مثل، مثل هذاك يعني تعبير. شلون؟ نعم. شلون؟ ميسر شلون؟ شلون يعني ترجمة المثل؟ احنا مو كل جملة نحطها تكافؤ لغوي، حسب الجملة. مو أي جملة نحط لها تكافؤ لغوي، طلابنا الأعزاء. هذا التكافؤ اللغوي نستخدمه في بعض السياقات الممكنة. يعني أنا مو أجيب له مثل وأحط له علامة، واحنا ذكرنا المثل ما لها علاقة بهاي المواضيع. ما لها علاقة بالمثل، المثل ذاك واحد ينحفظ حفظ، ما له علاقة بالتكافؤ اللغوي. احنا التكافؤ اللغوي هذا مو أي جملة أجيبها أحط لها تكافؤ لغوي، التكافؤ اللغوي الفورمال إكويفالنس وهاي السوالف تكون على جمل معينة، الجمل اللي هي تكون نادرة، يعني مو كل جملة أنا أحط لها إكويفالنس. يعني مثلا هسه انا عندي الامثال الجمله العاديه، مثلا على سبيل المثال مثلا علي از 20 years old، يبلغ علي من العمر 20 عاما. يعني هاي ما حط لها تكافؤ لغوي، شو حط لها مثلا؟ هاي هي ثابته يعني ما لها علاقه يعني. فانا مو كل كلمه احط لها فورمال اكوفلنس. هذا الاكوفلنس الى سياقات معينه لما يكون جمله بها لها تستحق اكثر من ترجمه. يعني حالات، مو كيف، مو كل شيء نحط له تكافؤ لغوي. وانا ذكرت المثل ما له علاقه بهاي المواضيع، المثل ينحفظ حفظ، المثل ينحفظ حفظ، لان هذا مو يعني احنا نترجمه كعرب واحد. الثقافه الغربيه مثلا البرازيل، مثلا الاغريق، هذولاك يترجمونها وفقا للسياق اللي عندهم، وفقا للامثال اللي عندهم هم. شنو عندهم متعارف عليهم؟ شنو متعارف عليهم هم؟ يعني اكو ناس مو مسلمين، ما من تقول النظافه من الايمان، ما راح يترجم لك النظافه من الايمان، راح يترجم لك غير شيء حسب ما هو الدوله الموجود عنده. فذاك المثل واحد وهذا الموضوع واحد. الفورمال ايكوفالنس معناها انا اترجم نفس النص اللي عندي اجيبه احطه باللغه العربيه بس، ولكن يكون هذا النص موجود. يعني هسه كلمه حرفا ميتا موجوده عندنا باللغه العربيه، ابحث عليها موجوده، هذا يسمونه الفورمال ايكوفالنس. نجي على الفانكشنال اكوفالنس. الفانكشنال اكوفالنس اللي هو الوظيفه، يعني بمعنى انه اني اذا كان اكتبوا لي عليه ملاحظه، يستخدم الفورمال اكوفالنس في بعض الجمل، يستخدم الفورمال اكوفالنس في بعض الجمل عندما يكون المقابل، عندما يكون الجمهور ذا معرفه جيدة نوعا ما في اللغة. نعم، عندما يكون المقابل على دراية مقبولة نوعا ما أو جيدة نوعا ما، لكن يعني ليس دراية تامة. فأنا راح أغير الترجمة، الفانكشنال equivalence هنا راح تتغير الترجمة. فأنا إيش راح أقول مثلا بالترجمة؟ The treaty has remained dead letter since then، وقد بقيت المعاهدة حبرا على ورق منذ ذلك الوقت. الآن لو كان أمامي طلبة هم يعني رابع علمي أو رابع أدبي، من أقول له حرفا ميتا ما راح يفتهم. يجوز طالب جامعة من أقول له حرفا ميتا ما راح يفتهم. فأنا هنا إيش راح أقول له؟ راح أقول له
The treaty has remained dead letter since then. وقد بقيت المعاهدة حبرا على ورق منذ ذلك الوقت. طبعا هنا من راح نقول له حبرا على ورق راح يفتهم المقابل شنو معنى حبرا على ورق، لأن مستوى يقدر على هاي الكلمة، يقدر على فهم dead letter يعني معنى وقد بقيت المعاهدة حبرا على ورق منذ ذلك الوقت. أنا غيرتها وفقا للسياق وللثقافة اللي عندي. الثقافة العربية تستخدم كلمة حبرا على ورق، موجودة عندنا كلمة حبرا على ورق، موجودة عندنا في ثقافتنا إنه إيه. إيه شنو معناها؟ شلون؟ خلي السيف، خلي المثل مالتك على خير على مود من نكمل شرحنا وبعدين نطبق عليه. اي لا مو انت وياك، انا خليه بالاخير حتى راح ناخذ امثله اخرى حتى نقارن بيه. فمثلا عندنا الفانكشنال، قلنا احنا نجيب مكافئ للغه مالتنا شبيه، بدل ما قلت ديد لتر قلت حبرا على ورق، بمعنى انه هاي المعاهده لم تطبق ولكن قلتها بطريقه جميله جدا حبرا على ورق، واحنا عندنا بلغتنا نستخدم كلمه حبرا على ورق. طيب اخر شيء عندنا اللي هو الفكره. اذا كان المقابل امامي، اكتبوا يمكم ملاحظه، اذا كان الجمهور ضعيف جدا في اللغه، إذا كان الجمهور الشخص اللي أنا أريد أترجم له ضعيف جدا في اللغة، سوف أقوم بتبسيط الترجمة قدر الإمكان. سوف أقوم بتبسيط الترجمة قدر الإمكان، راح أبسط الترجمة جدا، فأقول the treaty has remained dead letter since then، راح أترجمها ولم يتم تطبيق المعاهدة منذ ذلك الوقت. ليش ترجمتها بهاي الترجمة؟ لأن المقابل احتمال هو رابع ابتدائي او ثالث ابتدائي، من تقول له وقد بقيت المعاهده حبرا على ورق ما راح يفتهم. فانت ايش راح تترجم له؟ راح تقول له ولم يتم تطبيق المعاهده منذ ذلك الوقت. بس اذا انت كنت حاضر مؤتمر، هذا المؤتمر بكتاب وشعراء، وقال لك the treaty has remained dead letter since then، وتقول له لم يتم تطبيق المعاهده منذ ذلك الوقت، الناس ايش راح تقول عليك؟ راح تقول ان هذا شخص ضعيف، هذا شخص ضعيف باللغه، انت ما يصير تترجمه ولم يتم تطبيق المعاهده. لازم شو تترجمها؟ تقول وقد بقيت المعاهده حبرا على ورق، او وقد بقيت ولم يتم ولا وقد بقيت المعاهده حرفا ميتا منذ ذلك الوقت. الان هنا الامور طيبه، فانت لازم هنا دورك كمترجم، انت لازم تتلاعب بالجمله وفقا للجمهور، وفقا ل الجمهور. يعني مثلا شنو معنى الجو شوب؟ نقول والله الجو شوب اليوم، كلش اليوم كلش شوب. شنو يعني شوب؟ حار. اذا انت قاعد ويا بيبيتك وقاعد ويا جدتك وتجي وتقول له والله اليوم، والله بيبي اليوم الجو كلش بشوب، تفتهم من عندك هذا الكلام؟ شنو شوب؟ ما عندها هذا المصطلح. هو شنو يعني شوب؟ ما فاهمه شنو يعني شوب. شنو شوب؟ راح تقول لها الجو حار. اذا انت لازم تخلي ببالك المقابل من هو اللي تريد تنقل له الكلام، هذا المقابل شنو، لازم احط هذا الشيء ببالي. ايش وقت اني اترجم بشكل بسيط، ايش وقت اترجم بشكل لغوي، ايش وقت اترجم بشكل مقابل مكافئ. فأنا لازم هاي السوالف كلها أحطها براسي قبل لا أترجم. فمثلا مثل ما ذكرت لك، خلينا نأخذ أمثلة أخرى. مجد is going to move heaven and earth in order to get the job. إذا أريد أترجمها بشكل رسمي أمام دكتور أو شخص قوي باللغة العربية، شاعر أديب، راح أقول سيحرك مجد السماء والأرض في سبيل الحصول على هذه الوظيفة، راح يفتهم. وإحنا موجود عندنا هذا الشيء باللغة العربية. طيب اذا قدامي طالب متوسطه، راح اترجم له هي، اقول له سيقيم مجد الدنيا ولا يقعدها في سبيل حصوله على هذه الوظيفه. هنا الكلام راح يكون جميل وواضح. اذا كان امامي طالب ثالث ابتدائي،
راح أقول له سيبذل مجد قصارى جهده ليحصل على هذه الوظيفة. ترجمتها بسياقات مختلفة حسب اللي أمامي، حسب اللي قدامي. مثال آخر: سامي turned a deaf ear to his mother's advice. إذا أريد أترجمها لشخص قوي باللغة العربية جدا، راح أقول أعطى سامي إذن صماء تجاه نصيحة والدته. إذا أريد أترجمها لشخص متوسط، طالب متوسط، راح أقول ضرب سامي بنصيحة والدته عرض الحائط. وإحنا عندنا هالموجودة، يقول لك والله أضرب رأسك بالحائط. سامعين؟ يقول لك والله كلامك أضربه بالحائط. ضرب سامي بنصيحة والدته عرض الحائط. سامي turned a deaf ear to his mother's advice. وإذا أمامي طالب متوسط ابتدائية، راح أقول له لم يهتم سامي لنصيحة والدته. إحنا مرات نقول انطاها الاذن الطرشي، سامعين هاي؟ يقول لك انطاها الاذن الطرشي، انطاها الاذن الطرشي، يعني بمعنى لم يستمع اليها. فامامك شخص، انت قدامك راح تشوف ايش راح تترجم له. فهذه الامور يعني هل انا لما اقول سامي turned a deaf ear to his mother's advice، هل من الممكن أني أترجم هاي الجملة لشخص أمي ما يعرف يقرأ ويكتب، أقول له أعطى سامي أذن صماء تجاه نصيحة والدته؟ ما راح يهتم منه، هذا ما راح يهتم منه. فأنت ايش راح تقول له؟ لم يهتم سامي لنصيحة والدته. زين، طلبنا الأعزاء هذا الموضوع، يعني هاي الفكرة، هذا الحكي ترى يعني لا عبالكم شائع جدا وكذا، لا، هو احنا دايد نعطيكم اياه. السبب شنو؟ ليش قاعد نعطيكم هذا السبب؟ من يقول لي شنو السبب؟ من يعرف شنو السبب اللي اني يخليني نعطيكم هذا الكلام؟ شنو السبب؟ مع العلم احنا ما راح نستخدمه بشكل كبير، حالات نادرة جدا. قدامك حسب الجمهور اللي قدامك. يلا اخوان، هسه خلونا ناخذ هذه الجملة، خلونا ناخذ هذا التمرين ونحله سوية، واعتقد احنا ماخذين من عنده ايضا، ونشوف شنو هو الفكره مالت. واحنا طبعا اخوانا هسه احنا يعني ما لنا علاقه، وما راح يعني احنا راح نستخدم كل هذه الخطوات اللي اخذناها. هذا بس قلت لكم معلومات لكم، لا اكثر ولا اقل. يلا ترجموا لي الجمله الاولى. يلا سامي جراند ماذر باست اواي لاست مانث. غلط غلط غلط، ما احنا ذكرنا نبدأ دائما بفعل توفت. نعم غلط، نبدأ بفعل يا عبد الحكيم، نبدأ بفعل دائما، دائما نبدأ بفعل. طيب، توفت جدة سامي الشهر الماضي. ثانيا، سارة went shopping last night. شنو ترجمتكم لها؟ سارة went shopping، ذهبت سارة للتسوق الليلة الماضية، الليلة الماضية. طيب، رقم ثلاثة، my sister works as an officer in the army. تعمل أختي ضابط، لو ضابطة في الجيش. تعمل أختي ضابطا في الجيش، في الجيش، ضابط وليس ضابطة، لأنه يعني هاي هي مهنة، يعني مهنة. أكو ناس يقولون نعم شاب، أحسنت كلمة ضابط. إحنا ما عدنا ضابطة، ما كويتش عدش، من عدنا إحنا جبناها. يعني تعلموا هاي ملاحظة جديدة، خذوها لكم يعني، هاي خلص اليوم معلومة جديدة دخلت الراسك، ثبتها يمك. إحنا عدنا كلمة ضابط تشمل ذكر وأنثى، ذكر وأنثى. فتعمل أختي ضابطا في الجيش، ضابط في الجيش.
اكو ناس يقولون كضابط في الجيش، انا اعتقد الكاف للغه العربيه تستخدم للتشبيه، فما يصير اقول تعمل اختي كضابطه في الجيش، كضابطه في الجيش، لان هذا تشبيه الكاف يعني. يعني نستعمل الكاف باللغه العربيه كتشبيه، فما يصير اقول فاقول تعمل اختي ضابطه في الجيش. علي often goes to bed early. ها شلون ترجمونها؟ أنا ذكرت لكم دائما الظروف تقديمهم وتأخيرهم مو مشكلة. يذهب علي إلى السرير، أو غالبا ما يذهب علي إلى السرير مبكرا. بعد من يترجمها بعد ترجمة أخرى، خلينا نشوف إبداعاتكم. يلا. نعم أحسنتم. مها is 20 years old. مها عمرها 20 سنة. نعم تبلغ مها من العمر 20 عاما، أو تبلغ مها، لا مو يبلغ عمره، لا ماكو يبلغ عمره يعني، وين ما اعتقد يعني. يبلغ اللي شو العمر اللي يبلغ، لو هي مها اللي تبلغ. طيب اكو باللغة العربية يبلغ عمر مها 20 عام؟ انا ما سامع هيك. سامعين هيك انتو؟ ما اعرف انا يجوز يعني صاير هيك. لا تبلغ مها من العمر 20 عاما، اعتقد هي الافضل يعني، افضل ترجمه هي يعني. طيب بعد دقيقه لا تترجمون بالله يعني، خلي الكل يترجم بعدين نتناقش يعني، لا حد يترجم. فرقم 6 لا يعني حاولوا تترجمونها بدون لا تتكلمون، اوقف شويه طول مجال للاخرين. خلينا نشوف التعليقات. Stay open until midnight. أنا أعتقد الأفضل تبقى الأسواق مفتوحة حتى منتصف الليل في عمان. أحسنت شباب. يلا ترجموا لي اللي بعدها. يبقى السوق مفتوح، لا هو جمع، ما هو مفرد، جمع يعني، مش يبقى الأبصار تبقى. طيب رقم 7 Translation is an interesting subject. يلا من يترجم لي اياها اكتبوا لنا بالتعليقات. مثير للاهتمام الترجمة موضوع، هل الترجمة موضوع أم مادة؟ طلاب يمكم دفتر، يمكم الجملة رقم 8 finally the police have managed to capture the killer. نعم تبارك. تمكنت الشرطة وأخيرا من إلقاء القبض على القاتل. في النهاية تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المجرم أو القاتل، صح اثنينهم صح، من إلقاء القبض على، مو إلقاء، مو بس إلقاء القبض. نعم إذا الترجمة الأخيرة والمضبوطة، تمكنت الشرطة وأخيرا من إلقاء القبض على القاتل. تمكنت الشرطة وأخيرا من إلقاء القبض على القاتل. طبعا احنا قلنا finally وأخيرا تمكنت الشرطة، اثنين كلهم صح. finally هاي الظروف ذكرنا تقديمهم وتأخيرهم ما يأثر على الترجمة. have managed to capture. capture بمعنى يلقي. managed يعني 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 شلون سيطروا أو استطاعوا. managed to معناها استطاعوا. يعني هسه أنا إذا جبت لك الجملة غيرت لك بيها. Finally, the police have managed to arrest the killer.
ايش راح تكون الترجمة؟ ترجمة كلها ايش راح تصير؟ تمكنت الشرطة واخيرا من إلقاء القبض على القاتل. هي إلقاء عفوا اعتقال أو عذرا. نعم أو مثلا قلت لك عذرا أنا راح أجيب غير كلمة. But finally the police have managed to capture مثلا have managed to راح يجيني جملة بوقتها وأعطيكم إياها بس راح أغيركم بها شوية يعني راح أغير لكم بها بس بعض الأشياء يعني نفس السياق بس أغير لكم بها شوية. A large number of tourists come to see the Roman ruins in Jordan every year. طيب من بعد ترجمها؟ يأتي عدد كبير من طيب ترجمتي صحيحة بس أعتقد أكو أفضل وأحلى من عندها. يأتي العديد من السياح لرؤية الآثار الرومانية في الأردن كل عام. راح أعيد الترجمة. يأتي كم يأتي نبدأ فعل دائما a large number of tourists العديد من السياح. طبعا ما أقدر أقول رقم كبير number معناها رقم بس ما معقولة مو منطقي إن أنا ترجم أقول يأتي رقم كبير من السياح. رقم كبير يعني تحسها رقم كبير معناها يعني رقم كبير يعني حجم رقم كبير مو معناها العدد نفسه. فأنا إيش راح أترجم راح أقول يأتي العديد a large number of ترجمها دائما العديد من. وين ما تلقى كلمة large number of ترجمها يعني لا راح تصير ترجمة حرفية. هاي يأتي عدد هائل راح يجي لأن الهائل huge هاي large. يأتي العديد a large number لا سياح مو سواح. وين يكون سواح؟ ما سمع كلمة سواح. سياح ممكن أجيب لك a large number of visitors come to see مثلا أو come to visit كربلاء every year. شو راح ترجمونها؟ لا غلط ما احنا ذكرنا نبدا فعل نبدا بفعل. ايش القضيه اخوان؟ انا احسنت هروح اجيب لكم اياها ترى ركزوا وياي بالامتحان. ليلى failed her driving test 2 days ago. كلمه درايفنج معناها يسوق يعني هل من المعقول أقول سواقة؟ أقدر أقول اختبار السواقة أو القيادة يا هو الأجمل قيادة. ما نقول إحنا نقول رخصة القيادة ما نقول رخصة السياقة أو السياقة نقول قيادة. فنقول رسبت ليلى في اختبار القيادة قبل يومين أو شنو واحدة مترجمتنا منذ يومين أو قبل يومين اثنينهم صح. صح 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 ذكرنا إنه إحنا الظروف ما يأخر ما يقدم الظروف ما لها يعني إذا قلت ذهبت لزيارة عمي أو لزيارة أعمامي في يوم الجمعة أو أقول في يوم الجمعة ذهبت لزيارة أقاربي كلهم صح. أقاربي ذهبت لزيارة أقاربي
في يوم الجمعة، أو في يوم الجمعة ذهبت لزيارة أقاربي. كلهم صح، الظروف ما تأثر، تقديمه وتأخيرهم ما يأثر على المعنى. أحمد will graduate in this fall. في فصل الخريف، ما أعتقد أفضل؟ نعم. يعني إحنا ندور على الأفضل طلاب، ندور دائما على الأفضل. وأنا أعتقد أنت من تشوف الترجمة أنت لحالك راح تنجذب إلها، هل هي صح أم خطأ، هل هي صح أم خطأ. نجي سيتخرج أو سوف يتخرج، لأن عندنا will معناه سوف. سيتخرج أحمد في فصل الخريف، لأن fall تجي بمعنى خريف. أحد عنده سؤال لهنا؟ يلا عندنا مجموعة أخرى من الأمثال راح ناخذها أيضا. حلو، هاي الأمثال تفيدكم. Drawing man clutches at straw. هذا ينحفظ حفظ ما له، لا يعني ما تقدر انت يعني هسه احنا مو عندنا الغرقان يتشلب بقشاية، عندنا هيش عندنا باللغة. اعتقد هاي واضح. نعم. رقم ثلاثة. الحاجة أما الاختراع. أحسنت. The end justifies the means. The man is known in the company he keeps. حلو هذا المثل، كلش عجبني. The man is known the company he keeps. يعرف المرء بعد شنو نترجمها احنا؟ شلون شلون؟ يعرف المرء بأقرانه. يعرف المرء بأقرانه. A man is known. المان هنا مو معناها رجل، معناها مرء بشكل عام، سوينا لها جنريشن عممناها. النون يعني يعرف. The company هنا مو معناها شركة، معناها يعني أصدقاء، لأن company تجي بمعنى شريك أو يعني شراكة، أو تجي بمعنى شركة. He keeps هو يحتفظ بهم، هذه هيك ترجمة حرفية. من سوينا لها ترجمة مجازية مثل قلنا يعرف المرء بأقرانه. There is exception to every rule. لكل قاعدة شواذ. Strike while the iron is hot. بالضبط، أو تقول أضرب الحديد هو حامي. يعني شوف شلون ترجمناها. There is no smoke without fire. ماكو نار بدون دخان. خلينا نترجم. طبعا المحاضرة مسجلة وكلهن موجودات، وأحاول أنزل لكم إياهن صور، بس أعتقد ما أريد أنزلهن، أريد أشوف من هو الطالب الملتزم وياه ومتابع أول بأول، ومن الطالب اللي مقضيها سربتية ما يدري بالسالفة وين ما وين، مع احترامنا للزينين يعني. إخوان أنا ما أريد أترجم. دائما دائما الشيء المتوفر يكون ممل، صح لو أنا غلطان؟ يعني دائما الشيء المتوفر قدامك موجود هذا يكون ممل، ممل هذا. بس الشيء اللي ما موجود حله، يصير عندك فضول تريد تحله دائما. فأنا الحلول كلها عندي والله، بس انا حذفتها، قلت خلينا نتناقش فيها. طيب هاي هذا الحلو، هذا المثل حلو. A barren child dreads a fire.
A parent child dream the fire. ها راح اوضح لكم اياها حرفيا. الطفل المحترق يخاف من النار، هاي الترجمة الحرفية، بس احنا عندنا مثل هيك شيء نقول عليه. لا هاي ترجمة حرفية، احنا نريد المثل ما عندنا باللغة العربية، شو نقول بالعراق خصوصا باللهجة العراقية شو نقول؟ لا بعد مو هيك. شلون شلون؟ اوقف اوقف اوقف، شلون؟ يعني شلون؟ اي صح هاي مثل صحيح، بس عندنا بعد مثل اخر. صح بعد اكو مثل عندنا معروف كلش، شلون شلون؟ اي صح صح بس مو هيك نقولها. وان هاي واضحه هسه هنا اعتقد صارت مفهومه، يعني a burnt child reads the fire، يعني بمعنى اللي تقر صلحيه يخاف من جرس الحبل، او مثل ما انتم قلتوا. عجبني هذا المثل الاخير حقيقه، شلون؟ اللي يحترق بالشوربه ينفخ. حلو والله عجبني صراحه، حلو هاي. هاي وين 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 انت يا محافظه؟ ها يعني من المناطق الغربيه، خوش حلو، هاي معلومه جديده صراحه، اول مره اعرفها، ما تعرفها قبل. يعني المناطق الغربيه تستخدم هذا المثل، بس احنا بالوسط ما نقول شيء، ما اعرف اهل الجنوب شو يقولون، الناصريه ما ناصريه شو تقولون بهذا المثل علي؟ هم تقولون اللي يخاف اللي تقص الحياه؟ مضبوط مضبوط صحيح، بس هو اني بغض النظر مصري او ايا كان، المهم هو منتشر بكذا منطقه، يعني هذا اللي شيء اللي ارجع اعرفه، لان مرات اريد اضرب مثل بس ما اعرف وين المستخدم يعني. بس يعني حلوه استفادت من عندكم، يعني هالمره انتم درستوا. شكرا جزيلا. One man's meat is another man's poison. خلينا نترجم لكم اياها حرفيا. ميت شو المعنى ميت؟ لا هاي ام الاي اي، لحم الرجل، لحم رجل من الاشخاص هو سم للاخرين. هاي شلون هيجي؟ لا يعني شوف هو ايش قايل لك، اللحم الرجال رحم لحم الانسان، يعني لحم الشخص، مو معناها لحم يعني جسده، لا يعني قصده يعني لحم ممكن يعني لحم يعني خلينا نقول فلوسه، يعني خلينا نقول فلوس، فلوس الرجال للاخرين هي سم، يعني اذا شخص صارت عنده مصيبه والاخر راح يحصل فلوس، يعني شو نقول عليها؟ ها اي نعم، مصائب قوم عند قوم فوائد، مصائب قوم عند قوم فوائد. طبعا مثل ما ذكرت لكم شوفون شلون الترجمه، بالمناسبه ترى لا عبركم اني قاعد هنا واشرب نسكافيه وقهوه قاعد اترجم لكم، ترى هذه كلها من مصادر رسميه. افضل جامعه بالوطن العربي تدرس الترجمه هي جامعه اليرموك بالاردن، وجامعه عندنا don't count your chickens before they are hatched. حلو هذا المثل، شنو معناها؟ واضح اعتقد. حلو هاي جديدة هاي. دني لا يعني هذا ترجمة حرفية، بس احنا نريد المثل هذا اللي بالتعليق. حلو هذا هم. دني المهد قبل الولد. دني المهد قبل الولد. لا تقول سمسم الا تلهم، وبعد
طلابنا الأعزاء، أنا قبل شوية إيش قلت لكم؟ قبل شوية إيش قلت لكم؟ قلت لكم هذه ترجمات ممكن تختلف من دولة لدولة لدولة. اللبنانيين سوريين، اللبنانيين والسوريين لبنان وسوريا ومصر، ما أعرف بعد يا دولة، عندهم طبخة معروفة جدا اسمها الفول. تعرفون شنو يعني فول؟ نعم، حضر المعلف قبل الحصن. شنو يعني فول؟ عندهم هسه، احنا مو عندنا فلافل؟ اي الباقل. احنا عندنا بالعراق هسه الوجباتنا المنتشرة جدا، الاكلات المنتشرة شنو هي؟ الفلافل، هاي الاكلات السريعة الفلافل. وبعد ايش عندنا؟ البرجر عندنا ايضا، الشاورما تقريبا نوعا ما منتشره يعني. يعني اجلكم الله، كلب حي افضل من اسد ميت. بس احنا شو نترجمها؟ الله بدي اسمع ترجمه حلوه جديده بعد. الحي اولى من الميت يعني. اوكي بعد، لا ذاك بعيد، ذاك غير فيه. يعني اللي توعد بيه، لا لا هاي معناها يعني المصري عادل الإمام يقولها، ألف ألف أولت أولت جبان ولا أولت الله يرحمه، ألف قالت جبان ولا تقول، لا تقولون علي الله يرحمه. يعني خليني عايش وأكون حي أحسن مما أكون شجاع ومتوفي. يعني قولة الحي أبقى. إيه أوكي، بس ما هو هنا مستخدم أدوغ، دوغ بمعنى يعني كلب، يعني جبان أجلكم الله. يعني بالضبط باللغة العربية إذا أريد أن أترجمها كمجتمعات عربية، إحنا نقول ألف قولة جبان ولا قولة الله يرحمه، بمعنى يعني أني حتى لو أكون كشخص، حتى لو يكون جبان، بس عايش أحسن ما يقولون علي هذا شجاع بس هو ميت. بالضبط يعني هيك شيء. ما هي ألف قولة جبان ولا قولة الله يرحمه، موجودة ترى عادل الإمام دائما بمسرحياته يقولها. طيب رقم خمسة، Beauty is in the eye of the beholder. نعم كلن صحيحات، كلن صحيحات. After storm comes calm، بعد، نعم نعم بعد العاصفة هدوء، بعد العسر يسرا، مية مية. Even hummer sometimes nods، حتى أو حتى الهمر ممكن أن يسقط، بمعنى لكل فارس كبوة، لكل فارس كبوة، يعني لكل خيال سقط. ها، لكل جواد كبوة، يعني لكل شخص قوي أو كل شيء يعني ذا قدرة عالية لا بد أن يأتي يوم قوي، أو لكل لكل قوي في الزمان يلونه نفس الشيء. The spirit is willing but the flesh is weak، الروح تتمنى بس اللحم ضعيف. احنا شو نقول هيك؟ بالضبط بالضبط. بعد اعتقد ان اكو مثل اخر، اكو مثل اخر بس اتذكر كانت قبل جدتي وتحكي فيه دائما بي، بس ما دا اتذكره يعني. لا ما اعتقد، العين بصيرة والايد قصيرة يعني. ها، ما باليد حيلة، بس اعتقد الترجمة الاولى اللي هي العين بصيرة واليد قصيرة افضل، يعني the spirit is willing بمعنى انه يعني فد شيء اكو فد شيء مقابل شيء اخر، ما باليد حيلة بمعنى
أنا ما عندي وسيلة يعني، بس ممكن هي ممكن تدخل بنفس السياق، بس الأفضل أنا طبعا وفقا للمصادر اللي أنا ماخذ من عندها هاي الأمثال، فتقول الترجمة مالتها الإيد العين البصيرة والإيد قصيرة هيك أو قصيرة. to pay a visit هنا يعني pay معناه يدفع، بس ما أقول يدفع زيارة، راح أقول يقوم بالزيارة. المهم طبعا هذا المحاضرة القادمة ناخذها، راح يكون عندكم امتحان لحد صفحة 9. شكو شيء أخذناه لحد صفحة 9، بعد الامتحان راح يكون عندنا الأزمنة simple present، نبدأ بشرح الأزمنة إن شاء الله، نعلمكم شلون ترجمة المضارع البسيط وأمثلة علي أيضا، وكل الأزمنة راح ناخذها إن شاء الله. بعد ما ناخذ الأزمنة راح ناخذ صيغة الأمر